مش قدام مش قدامي. ايوه عشان يجي لها بجهد. سم بالله سم بالله يا غمدان. ما شاء الله ما شاء الله. بس بس بس, بس. يلا يلا يلا. الراجل يغدي راجل. يلا. مش حتقدر. تعفط ايديك. يلا وصلنا وصلنا وصلنا. يا الله نجات من النار. يا الله. يا الله. يا الله نجات من النار. ها. خل اللي يكشف. ها اللي يكشف ستر رب العالمين نار نار جهنم شلون هي حاره. اه يا الهي. تعال ايدك ايدك حط ايدك ها؟ حط ايدك وين؟ مش ممنوع لا لا تعال انا مش هنزلها ولا اي حاجه والله ذكرى لينا كده ذكرى مين؟ ذكرى العذاب ولا تعال يلا سعد بالله عذاب بلا ايش؟ قذاب بلا عذاب يا سلام يا ساتر صدق اننا دفينا لتنا مجموعة ايوه دفينا عشان عملنا حركة حركة مين؟ عملنا نار دافية اي طيب والله غريبة بصراحة كنت لسه حطها في الفريزر عايزة تخش الفريزر بعد اي والله الحين ليه ما تنكسر يا سعد؟ اليوم محمد عثمان قاعد ينالي الا تنكسر قاعد لان مفرة بسم الله عشاكم سابقة الله يمجنون والله جدا اكتب جائزة ثمينة ها؟ جائزة ثمينة تخرب على طمع داخل منيف وعبد الله بن دفن اغلى ساعة قال اختار اللي تبون يعني اللي تطيع عينك عليه اختاره قال لا اغلى ساعة قال يا ابن الناس قال اغلى ساعة احاول اقتل وخذ اغلى ساعة قال يلا دوروا دوروا اغلى ساعة اغلى ساعة عبد منيف ما شاء الله اختار ساعة لاخته اللي بحايل اختار له ساعة حصرية ما نزلت إلى الآن يعني خيته بصير عنده ساعة ما الحين ما نزلت بالسوق ما شاء الله من كارديان وش كم طلعت كان؟ أنت ما أدري بصراحة كم بس تقريبا 500 ريال تقريبا مع إنه كان في ساعات الماس على 2000 ريال بس هذه جميلة جدا من بوس ماركتها بوس ما شاء الله حد أفكر الحين أسوي مسابقة ثانية مع كارديان الأسبوع الجاي فيها خمس ساعات لا مو فيها خمس ساعات فيها عدد خواتك يعني انت مثلا عدد خواتك قل سبع مثلا ما شاء الله او انا عدد خواتي ثلاث على عدد خواتك تنزل لكم ساعات انا عشر عشر ما عشر لا انت واضح انك تاخذ من هنا تصف المسجد من هنا اجيب لك كرت العائله ما عندي مشكله ما شاء الله 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 بن دفن يقول عندي خمس خوات قلت بس بنشوف الموضوع مع عبد العزيز الهادي عشان موضوع كارديان تصير مسابقه تخيل نفس هذه المسابقه بس على عدد خواتك جميلة جدا بيتمنون كلهم اني ما افوز ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله شو الاخبار؟ والله امس جاني صلف ما نمت الا الساعة كم؟ صلف يعني سهر؟ اي الساعة الساعة 11 نمت ارق يعني؟ لا وين ارق؟ اسعد مو بارق ليتها ارق بس معلش الارق اهون من اسعد صلف وش يعني؟ ها؟ صلف صرف تعب جهد ايه من الساعة 4 الى الساعة 11 يا الله سبع ساعات تصوير اول شيء جلسنا انا وياسر عباس واسعد من كان معنا وسالم علي لا لا انا حالي متسابقين وانا حالي بس علي مصورين الى الساعة 11 والله الساعة 11 جلسنا قال اسعد ان عشان التصوير ايه الساعه 4 الفجر تقريبا قال لين تطلع الشمس ايه يبغون شروق ايه عشان التصوير بعد ما يطلع نصه في الليل ونصه بكذا جلسنا صليت الفجر جلسنا لين اشرقت الشمس على الساعه 6 بدينا صورنا جانا بدل المطر في حاسنا صرنا مقلب اما ايه جلدناها شوي يا سلام فك علينا الغنم احنا نصور احنا جالسين نصور طمر من هناك دخل من هنا من ورا وطمر فتح الشبك وطلع علينا القعدان والغنم تخيل جالسين هنا ناظر اسعد يشيل كاميرته يعديه خايف عليها كل مشكلة تدري وش اني بعد هذا نمت ولا حد صحاني انت متى قمت؟ متى قمت؟ بعد صلاة العصر والله والله بس ما نمت الا 11 هي بس يا اخوي ما حد صحاني ما كنت هنا ترى والله صدق الواحد يسج بس انا عندك فكره والله فكره حلوه حط عندك علم
تدري وش فكرت؟ اذا جيت انا والله فكرت احط لوحه عند المسجد. اي تراني نايم. ايه سعد السبيعي في الخيمه صح معك. اي والله فكرت. والله ما بيحطها. انا كنت انا عادي انا اصحى انا اصحى على الاذان بس اليوم ما انت الساعه 11. اي ما ورا. الساعه 11. كنت على امل ان يا اني اصحى على الاذان او في احد يجي يصحيني، والله ما قمت الا بعد صلاه العصر. يا اخي اللي على طاري ذي ما نمت وما قمت، صالح الزهيري يا اخي مساكين امس انكتم شوي وراح المستوصف هنا بالقريه ولا فيه اكسجين مخلص. فجاب يطلع المستشفى وطلع ب 500 ريال. عدل بدل طلع ب 500. طيب ما في اكسجين يا رجال. طيب هذا غلط. النظام نظام. طيب طبعا يعني. هذا على حسب كلام صالح تو قاعد اسولف معه. فاتك انا من اول ما اقوم على المنبهات. ترن تن ترن ما اقوم. فوش صرت اسوي؟ صرت اسجل مقطع قم والله العظيم. نجيت قم 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 كذا. وخلاص خلت المنبه. صار كأنه واحد صحين والله العظيم. ولقيت اثر مو بسهل. طبعا بعد شهر صار ما يفيد شيء. خلاص. لا متعود عليه. انا ايش كنت اسوي؟ انا اصحى على المنبه بس وش؟ غفوه. ايوه غفوة. هي نفس الفكره. غفوه. صرت ايش اسوي؟ عندي جوالين كلها احطها منبهات، واحد من الجوالات عندي بعيد. اي احطها بعيد، واحد من الجوالات عندي صوته قوي، منبه حقه قوي ومزعج، عرفت ازعاج اللي يغث يرفع ضغطك. احطها بعيد، ما احطها جنبي. حطها بعيد شبكها في الشاحن، يعني يبي لك عشان تطفيه تقوم من السرير تروح لين تطفيه. في كنت شفت انا تقرير عن انواع المنبهات. في منبه عزك الله وعز الله النعمه وكل من يسمع، دعاسه رجلين عند السرير. ترن الدعاسه هذه ولا تطفى الا توقف عليها. تروح توقف على الدعاسه هذه خلاص تطفى. ما دام وقفت خلاص مالك خلق تجربه. ايه لا قمت خلاص. يا حي الله ابو غنى. والله ما عانيت انا من النوم اللي هنا ولا برا. ما فيتامين د والله عندنا نقص فيتامين د لان بهالهنجر قوه جدا. انا بروح الدكتور الحين اخذ فيتامين د لانه انا حللت طلع عندي نقص. انا متاكد ان عندي نقص. دائما اذا صار عندك مشكله بالنوم تاكد من ثلاث اشياء. الحديد، سوي تحليل حديد. بدري عشان اشبع نوم. عندك وقت اي وقت تبغى تنوم بعد ما تخلص شغلك ترجع تنوم. هنا لا. هنا اصحى بعد الظهر ما تنوم الا بعد البث. اي مو بعد البث بعد الفجر. اي بعد الفجر. فاوقات النوم عندك محدوده. فصرت اعاني من قل النوم مره. صلف صلف اخوي تعب. صرف؟ صلف. صلف؟ ما يقول لك فلان صلفان. صلفان؟ لا انا اول مره اسمعها. لا اي والله تعرف ايش معنى بقه؟ لا صدق بقه بالقصيم يعني نامس.